السلام عليكم طلاب الأعزاء. اليوم الموضوع الجديد بسلسلة محاضرات الإندوكرينولوجي راح ناخذ الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف هرمون، التصنيف الكيميائي للهرمونات. طبعا هاي كل احنا المواضيع ماخذيها سابقا، زين، بس جاي شنو نكررها حتى ندخل بمدخل علم غدد الصم. الهرمونات can be classified into broad chemical categories. الهرمونات في جسم الإنسان راح تقسم إلى شكلين. الشكل الأول هو lipid soluble، والشكل الثاني هو water soluble. الهرمونات بصورة عامة راح تقسم إلى قسمين: هرمونات ذائبة في الدهون وهرمونات ذائبة في الماء. الهرمونات الذائبة في الدهون شو نقصد بها؟ يعني هي الهرمونات اللي تتكون المادة الأساسية مالتها اللي هو الكوليسترول. والهرمونات الذائبة في الماء هي الهرمونات التي تتكون من العنصر الأساسي مالتها هو الأمينو أسيد. وقلنا هذا يذوب في الدهون ويذوب في الماء. قسمناها إلى قسمين: ليبيد سوليوبل ووتر سوليوبل. هسه راح ناخذ كل وحدة على حدة، يعني راح ناخذ كل وحدة شنو الهرمونات مالتها، شنو الريسبتور مالتها. ليبيد سوليوبل هرمون، الليبيد سوليوبل هرمون الليبيد سوليوبل هرمون انكلود ستيرويد اند ثايرويد هرمون. يعني الهرمونات الذائبه في الدهون هي التي تحتوي في تركيبها على ستيرويد. وش نقصد بالستيرويد؟ يعني وجود كوليسترول. اند ثايرويد هرمون، وهرمونات الغده الثايرويد. الستيرويد هرمون ار derived from cholesterol. شو نقصد بالستيرويد هرمون؟ يعني هي الهرمونات المشتقة من الكوليسترول. زين؟ Each cholesterol hormone unique due to presence of different chemical group attached at different location on the core of molecule. ستيرويد هرمون can be divided into five group depend on the receptor that bind to on target cell. الهرمونات الذائبة في الدهون راح تقسم إلى خمسة مجاميع. الهرمونات الذائبة في الدهون راح تقسم إلى خمسة مجاميع اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على، راح نظللها، اعتمادا على depend on receptor they bind to on target cell. اعتمادا على شنو راح نقسمها خمسة مجاميع؟ اعتمادا على الريسبتر اللي راح يرتبط بالخلية الهدف اللي يشتغل عليها الهرمون. راح تقسم الهرمونات الذائبة في الدهون إلى خمسة أقسام. هاي الخمسة أقسام، this five group include glucocorticoid، mineralocorticoid، استروجين، اندروجين، and بروجستين. five group، خمس جروبات اللي هي قلنا glucocorticoid، mineralocorticoid، استروجين، اندروجين، and بروجستين. هذه خمسة مجاميع أو خمسة هرمونات هي نسميها lipid soluble هرمون. And thyroid hormone, thyroid hormone are derived from attached iodine molecule to amino acid tyrosine. The thyroid hormone, ليش احنا قلنا عليه هو lipid soluble؟ كل iodine راح يرتبط بامينو اسيد. شنو نوع الامينو اسيد؟ هو التايروسين. راح يكون عندي مركبات T3 و T4. هذه المركبات
تحتوي في تركيبها على حلقتين بنزين، وهاي الحلقتين بنزين هي راح تعطي الخاصية اللي الليبيد سوليوبل اوف الليبيد سوليوبل هرمون. Amino acid tyrosine contained with the thyroglobulin molecule in follicle of thyroid gland. هذا بالنسبة الليبيد سوليوبل هرمون. ناخذ الجزء الثاني هي الووتر سوليوبل هرمون، الهرمونات الذائبة في الماء. The water soluble hormone include amines، تحتوي على مجموعة amines، peptide hormones and eicosanoid hormones. The amino hormones derived of amino acid. هاي الهرمونات الذائبة في الماء من مشتقة؟ مشتقة من amino acid حامض أميني. They are synthesized by decarboxylation. شو تقصد بالdecarboxylation؟ هي removing CO2 from certain amino acid، يعني إزالة مجموعة CO2 من الأمينو أسيد، وراح تبقى عندي مجموعة الأمين. مثال عليها مثلا الكاتيكولامينز، هذا الجروب for example derived from amino acid اللي هو تايروسين. زين البيبتايد أند بروتين هرمون derived from amino acid include مثل عندنا هرمونات مشتقة من البروتينات ومن البيبتايد، هي مثل أنتي ديوريتيك هرمون، إنسولين، جروث هرمون. In addition بالإضافة separate subgroup of peptide hormone exists and this is glycoprotein hormones. This have the same basic structure as other protein hormone composed of amino acid. But they also have carbohydrate molecules. مثلا عندنا هرمونات ذو تحتوي في تركيبها على كربوهيدرات مثلا. زين اكزامبل مثلا الجوندوتروفين، الاف اس اتش، ال اتش، التي اس اتش. ذا ايكاينوسويد هرمون ار درايف فروم اركيدونيك اسيد، بعض الهرمونات مشتقه من الاركيدونيك اسيد. فور اكزامبل هو بروستاغلاندين اند ليكوترينز، هاي مثال عليها. The chemical structure of hormone is important. احنا لازم نعرف التركيب الكيميائي للهرمون. ليش؟ كلش مهم. It's important when considering how they are transported in the body. حتى نعرف شنو شلون جاي ينتقل في الجسم، شلون جاي ينتقل في مجرى الدم. يعني الهرمونات مو هيجي حرة طليقة في مجرى الدم. ليش؟ اكو نواقل لهذه الهرمونات راح which will be discussed in the next section، راح يشرحها في وقت آخر. واضح؟ هذا اليوم درسنا لهذا اليوم هي الليبيد سوليوبل هرمون والووتر سوليوبل هرمون.